أهلا بكم، تشاهدون في هذا الفيديو عدة أخبار متعلقة بكأس إفريقيا وكذلك لاعبينا المحترفين. إذا لاعب المنتخب الجزائري يوسف بلالي يرفض عرض المغرب ب 2 مليون دولار ويقارب 34 مليار سنتيم بالعملة المحلية لنادي الزمالك المصري حسب الإعلام المحلي المصري. وقال موقع كرة في الرياضة إن نادي الزمالك أعلن في بيان له أنه اتصل بوالد اللاعب عبد الحافظ الذي يعتبر مناجره لكنه رفض رفضا قاطعا عرض النادي المصري. إذا ما الذي تعتبرونه أفضل عرض لبلالي، أوروبا أم النوادي المصرية والتونسية؟ في ثاني خبر، الكاف يحتفل بعيد ميلاد بالعمري على حسابه الرسمي. وفي ثالث خبر، بالصور جماهير المنتخبات الإفريقية تعلن حال الطوارئ بعد إعلان المنتخب الجزائري عن قائمته المدججة بالنجوم كما تشاهدون، حيث لاقت قائمة بالماضي عدة ردود أفعال من الجماهير خصوصا المصرية التي تعتبر الخطر فريقا مرشحا فوق العادة للفوز بكأس الأمم الإفريقية. وقد صرح عدة محللين مصريين من قبل عن تمنيهم عدم ملاقاة الجزائر في المباراة الفاصلة وكذلك عدم ملاقاتهم للخطر في كأس أمم إفريقيا لسبب واحد وهو النجوم الكثر المتواجدين في صفوف الخطر وكذلك النجم الأول وهو جمال بالماضي الذي أوصل المنتخب الجزائري إلى درجة كبيرة من النجومية. لا تنسوا لايك دعمنا وشكرا لكم.